الرابعة. القطب المالي هو أول مركز استثماري كبير في إفريقيا وأول مركز مالي أخضر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، يعتبر محوراً اقتصادياً وشريكاً لأكبر المراكز الاقتصادية العالمية. تم إطلاق مشروع القطب المالي في الدار البيضاء لتسهيل الأعمال للشركاء الدوليين وتوفير البيئة المناسبة وتجهيز الإجراءات الإدارية، بالإضافة إلى استكشاف فرص الاستثمار في إفريقيا وتبادل الخبرات بين دول العالم. يمتلك المشروع حالياً 15 شراكة مع أكبر المراكز المالية العالمية، وتم التوصل إلى 21 اتفاقية شراكة لرعاية الاستثمار في عدد من الدول الإفريقية. يضم المركز 200 شركة تعمل في نحو 50 دولة إفريقية، ويعزز دور مدينة الدار البيضاء في الريادة المالية. تأتي المدينة في المركز 54 عالمياً في القيادة المالية، وتحتل المركز 3 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد دبي وأبوظبي. كما تصنف الدار البيضاء كرابع أفضل وجهة للاستثمار في إفريقيا، وتحتوي حالياً على أكبر بورصة في شمال إفريقيا، وتنتج 33 من الصادرات الصناعية في المملكة المغربية.